ازيكم يا مواليد برج الحمل؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الحمل ليوم الاربعاء 10 نوفمبر تشرين الثاني 2021. انت اليوم بحاجة انك تتجنب ردود الفعل العاطفية علشان تمنع انك تأذي نفسك. أولئك اللي بيعملوا في العقارات أو التجارة هيكونوا ناجحين، ومن الأفضل أنك تلتزم بالصمت فيما يقوله لك الآخرون وتحتفظ به لدى نفسك فقط. حتى لو لم يكن لديهم الحق في إهانتك، من الأفضل الآن أن تحافظ على ذهنك وحاول تتخذ قرار أكثر استنارة في وقت لاحق. قم بتوقيع المستندات المالية المعدة بالفعل والجاهزة ليك. الحياة عبارة عن سلسلة مستمرة من التغيرات، وربما جزء واحد ممكن انه يأتي بثمار كتيرة ليك. ما تسافرش، لانه اذا لم يكن الامر عاجلا ممكن انك تتطور حياتك بشكل مختلف عن افكارك وخططك لتلك الفترة. ممكن انك تحتاج الى وقت لمراقبة وتحليل الجانب الاخر من وضعك الحالي قبل اتخاذ اي اجراء حماية لمصلحتك. عاطفيا، اذا كنت بتسأل ليه بيبدو ان شخص ما بيتصرف بغرابة معاك بعض الشيء كل ما تكون معاه، ده هيكون من المقرر انك بتكتشف ذلك وبتتفاجئ من الكشف المفاجئ عن انه كان بيستمتع بمشاعر رومانسية عندك، وهو ده اللي بيحدث الآن. هيصبح من المستحيل الاختباء بعد الآن. حاول أنك تحمي مصلحتك دون أن تكون عدوا لأحد. اللحظة دي مش مناسبة للنزاع لأنك غير صبور. حاول أنك تحذر من الأشخاص غير الموثوقين بهم الذين يستفزونك بأفعالك وهوسك بالعظمة الذي غالبا ما يؤذيك. حاول أنك تقوم بإجراء إصلاحات وتغيرات فورية في المنزل حتى لا تكون هناك أي مشاكل خطيرة في المستقبل القريب. مهامك كتيرة، لازم من الجيد أنك تخطط بحكمة وتنصح اللوحات بعدم السفر المسافات طويلة. حاول أنك تقوم بتقييم مفصل لأفعالك وسلوكك، وما تشاركش استنتاجات أنت توصلت ليها مع أشخاص غير مناسبين لك. مهنيا، من الجيد انك تراجع الشروط المتفق عليها بالفعل في وظيفتك او في شغلك. تمنعك العاطفة من التوافق مع احتياجات الاشخاص من حولك. اذا كنت في شراكة فستنجح لانها ستسهل عليك التغلب على الصعوبات في طريقك، لكن لا يمكنك تخمين ما يفكر فيه شخص ما. لذلك ممكن انك تحتاج فقط الى انك تتحلى بالصبر والانتظار حتى تحصل على منظور اوضح. اذا كنت ستسافر قريبا فحاول انك تتحقق مرة اخرى اذا كانت جميع مستنداتك سليمة، وقد تشعر قريبا بالحاجة الى تغيير بيئتك جزئيا، لانك ستعتقد ان لديك اعداء تريد الابتعاد عنهم. إذا عرضت عليك مصادر دخل جديدة فلا ترفضها. قم بتقييم ما حققته. التغيرات المفيدة إذا لم تكن مفاجئة وأنت مستعد لها، حاول أنك تتجنب السذاجة. وبكده بنكون وصلنا لنهاية التوقعات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم.